خلاص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وبتمحينا جينا نحنا وغناني والرقص يضوي ليالينا 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 يا قصاص من بالي شيلينا وبقلب الحاضر خلي يا قصاص من بالي شيلينا وبقلب الحاضر خلينا شو بدك بزمان الماضي نحنا ما خلينا لماضينا 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 يا زمن بالقصص المنسية وبالأحلام الوردي يا زمن بالقصص المنسية وبالأحلام الوردي لا تتركنا أسرى مبارح ولا ننطر بكرة ليلي لا تتركنا أسرى مبارح ولا ننطر بكرة ليلي جينا نحنا وغناني والرقص يضوي ليالينا 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 مساء الخير مساء الحب مساء السعادة رمضان كريم لكل يلي عم يحضرونا وانضموا لإلنا عبر الهواء المباشر على شاشة كل السوريين قناة سما كل يلي عليكم تعملوا لتكونوا معنا بالاستوديو بعتوا كلمة ربح على الرقم 1122 من أي خط سيرياتيل وعلى الرقم 1100 من أي خط MTN الجائزة الكبرى 30 مليون ليرة رح بتكون لصاحب أكبر عدد رسائل من بداية المسابقة وطبعا قربت نهاية المسابقة مساء الخير شباب مساء الخير هاي الغنية أنا بعشقها لذلك عدنا يعني مبارح أنا ما طلبت شيء بس والله شو أحلف لك أنت منخدة أيام شو الوضع نحن فزنا لا خسرنا ثلاثة أربعة فزنا ثلاثة أربعة فتحت فيسبوك عم شوف الشماتات من العالم ما في داعي لا رواء هاي نتيجة منيحة لإلنا أنا ما بعرف مش شيء ما بتعرف فوت كنت فت فوت كنت تذاكرني يعني لا مرقت على خير إن شاء الله كنا ناطرين مشان نغني لك لا هي نحن خسرنا بس انا مبسوطه يعني ماني زعلانه كثير يعني ما نعمل لك اياها شو نعمل لك اياها بالعكس هلا طب يلا طلع بطلع بطلع بس طلع هلا يلا واحد لا هي ألم وحده بالعالم هي لا تعملها اليوم اذا حدا خسر معنا اول اتصال مساء الخير سعاد كيفك مساء الخير يا اهلا رمضان أهلاً. كريم علينا وعليكم عم تحضرينا من السويدة ايوه من السويدة يا اهلا وسهلا فيكي وبكل اهل السويدة او مثل ما انتم بتقولوا يا حي الله يا حي الله يا اهلا وسهلا نعم انت مين عم تحضرينا اهلا فيكم انا وبناتي واحفادي وجوزي ما شاء الله الله يطول بعمرك ويخلي لك عيلتك الحلوه يا رب في مجال هيك تحيه للبرنامج من عند العيلة كلها نسمع تحية يلا يلا لا هاي هاي تحية ناقصة هاي بدنا تحية من عندكم من الباند لإلكم يلا أنا سمعت صوت زلغوطة يعني هاي أنا تحية يا أهلا وسهلا فيكم رح نبلش أنا وأنتي ونروح للربح ولا الأسئلة إن شاء الله بكون حظك كبير فحضري معنوياتك ومعلوماتك طبعاً رح نبلش بأول سؤال جاهزة؟ يلا يا سعاد صح أو خطأ يوجد سوق المعصرة في مدينة حمص
انا بعرف انه ايه انه في هيك شيء. صح صح صح, صح. واجابتك صح. المدينه الحمراء. حروح للربح. يلا بأول مرحلة في عنا دولاب الحظ، بدي اياك تقولي لي ستارت لنبلش ونشوف شو قيمة الربح بهي المرحلة. يلا جاهزة؟ هقول من عندي ستارت. وصار معك 50,000. هاتي لنشوف شو ناويين تعملوا بالعطلة. عم تسمعيني سعاد؟ ايه شو بدكم تعملوا بالعطلة؟ بما انه هيك لمتكم حلوة ودافية والعيلة ظريفة، شو مخططاتكم لهالكم يوم الجايين؟ والله هيك بنحب نطلع نتفسح، يعني نغير جو، نسهر برا بأرض الديار. يعني هي أحلى قعدة، هي لمة العيلة الحلوة. إن شاء الله كل أياماتكم فرح. أيوة. وأعياد. رح أروح أنا وأنتي للسؤال الثاني ونشوف كمان حنزيد 50,000 صح أو خطأ. معنى اسم الأخضل قصير القامة، إذا بتتذكري الأخضل. الأخطل، الأخطل الصغير. أيوه. معناته قصير القامة. قصير القامة يعني ما كتير ملايمة شكله، مو الأخطل. إيه معناته قصير. شو رأيك؟ أيوه ما ظابطه. أيوة. صح؟ صح. ما سمعته. لا لا. غيري رأيك يا سعاد. الأخطل. الأخطل ما لا قصير يعني. الأخطل. الأخطأ. لا لا خليني أقول خطأ. خطأ 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 خطأ. وإجابة صحيحة. يلا على الربح، متحمسة؟ يلا يا سعاد إن شاء الله بيكون حظك حلو بهي المرحلة. في عنا ثلاث صناديق، واحد واثنين وثلاثة، بدي اياكي تختاري رقم من الثلاث أرقام. أيوة. شو هو الرقم؟ رقم واحد. واحد. رقم واحد. يلا يا رب. يا رب يكون حظك حلو يا سعاد. وصار معك 100,000. سعاد مكملين معك، عم تحضري مسلسلات؟ ايوه. شو عم تحضري مسلسلات برمضان؟ كسر عظم. كل السوريين طبعا عم يتابعوا هذا المسلسل، انا ما تابعته بس لبعد رمضان. وغيره عم تحضري بقعة ضوء؟ الكندوز. الكندوس وبقعة الضوء. ايه كثير حلوين. يعني اختياراتك موفقة. أيوة. يلا حروح. أيوة. للسؤال الثالث والمرحلة الثالثة. سعاد في عندنا أربع خيارات. ما هو الحيوان ذو الدم الأزرق؟ الأخطبوط، الأفعى، حيوان الكسلان أو الكنجر؟ الأخطبوط. يا عيني عليكي. وإجابتك صح. كان معك 100,000، هلا عنا ماتشين كاردز، من بطاقات، بدنا نختار منهم رقمين لنشوف شو قيمة الربح. جاهزة؟ أوكي. يلا. جاهزة. رقمين من الواحد للثمانية. شو يا سعاد؟ رقم ثمانية. ثمانية. ورقم أربعة. ثمانية وأربعة أرقام زوجية. هي 100,000 وصار معك 200,000. Thank you.
سعاد انا حبيتك هيك، حبيت الجو حواليك، فماني عاتقتك لتعملي لنا زلغوطه ثانيه. يلا راحت سعاد للاسف. حناخذ تليفون جديد. جهاد مساء الخير. جهاد رمضان كريم. لا هيك صارت، راحت سعاد وراح جهاد يا شباب. يا زلمة بتحسوا ناطرة ناطرة مستحيل. عن جد رياكشن تمثال الحرية. بصفن وهيك وكذا. هات لنشوف. إلي زمان ما سألتك السؤال، أكيد عرفت شو هو. شو فطران اليوم؟ إيه أكلنا شو؟ هيك من برا يعني، ما شغلة هيك. يا لطيف والله شي بزعل، زعلت عليك يعني. مو امبارح أكل كبة وقبله محاشي. شو بدنا نساوي يعني؟ شو هي الأكلة اللي من برا؟ هات لنشوف. هيك سندويش سندويش هيك طاطا وكذا. إيه من قريبه يعني. زعلت عليكم والله عن جد يعني. والله ما من زعلت كثير. لدرجة إنه مو قادرين نتنفس. سندويشة وحدة كل واحد؟ إيه يعني. ولا أربعة خمسة؟ خلص تحت الهواء. أنت فارس شو وضعه؟ والله طيبة هي الأكلة، بحبها كثير. ورجع جهاد. أهلا وسهلا. مساء الخير يا جهاد. أنقذتنا يا مساء الخير يا أنسي. رمضان كريم. جهاد عم تسمعني؟ السلام عليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، من أنت عم تبعث لنا مسجات؟ والله صار شي شهر. يا أهلا وسهلا. يعني صرنا حنقرب لآخر حلقة، أهلا وسهلا فيك ونحن محظوظين إنك كنت موجود معنا. جاهز الأسئلة وللربح. صوتك ضعيف شوي لو سمحتي. يلا حصرخ والله. جهاد ها شفت معناتها عم تسمعني منيح. حروح لأول سؤال أنا وأنت. عم اسمعك تفضل. يلا السؤال الأول، صح أو خطأ، تزداد نسبة الأكسجين في الهواء الجوي كلما انتقلنا إلى مكان أعلى. يعني كل ما طلعنا لفوق بطبقات الجو بتزيد نسبة الأكسجين. كأنه ما أنا كتير راكبة صح؟ خطأ. وإجابتك صح. جهاد عم تحضرنا على التلفزيون؟ ايه طبعا. طيب في قدامي ثلاث صناديق من الواحد للثلاثة، بدي اياك تختار رقم من هالثلاث أرقام لنشوف شو قيمة الربح بالسؤال الأول. طبعا يلا جاهز؟ أيوة. واحد أو اثنين أو ثلاثة. هي ما بدك كل هالقد صفنة، بساعدك. أرقام زوجية ولا فردية بتحب؟ خير الأمور يا وسطوها. اثنين. يلا اثنين. يا رب. وصار معك 50,000. جهاد انت ومين عم تحضرنا؟ نعم معك. مين في حواليك؟ والله رفاقي هون عساكر. تحياتي لك ولكل رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب. شكرا. يلا حروح انا وانت للسؤال الثاني كمان، صح او خطا. تفضلي معك. لغة البرازيل الرسمية هي الإسبانية، صح أو خطأ؟ البرازيل هي فعلاً مميزة عن كل اللي حواليها، وبيحكوا لغة الدون كريستيانو رونالدو. شو رأيك؟ صح ولا خطأ؟ صح. شو لغة كريستيانو رونالدو؟ شو جنسيته؟ إسبانية. برتغالية. معناتها البرازيل شو بتحكي؟ برتغالية. معناتها البرازيل ما بتحكي إسباني. يعني الجواب منقول خطأ. وإجابتي صح. رح منروح للربح. رح منروح للربح. في عنا 8 بطاقات يا جهاد من الواحد للثمانية، بدي اياك تختار رقمين. أيوة. من الثمان ارقام. نعم. يلا بتحب الارقام الزوجية ولا الفردية؟
زوجية. الزوجية عندك 4 و2 و8 و6. شو بتقول؟ 8. 8 والرقم الثاني؟ 4. 4 ومعك 70,000 في هاي المرحلة. صار معك 120,000 ولسه حنزيدهم إن شاء الله. مكملين معك بالربح وبالأسئلة. في عنا لسه سؤال ولعبة. جاهز؟ تفضل. يلا جاهز. السؤال الثالث بيقول ما هو العدد الأولي الزوجي الوحيد؟ الرقم 3، العدد 2، الرقم 4 أو الصفر؟ أول رقم بالأرقام الزوجية من 1 للـ10. 1+1 يا جهاد. 2. الرقم 2. إذن إجابة صح. يلا جهاد بدنا حماس. عنا 120,000 وممكن نزيدهم بهي المرحلة. في قدامي دولاب الحظ. إن شاء الله. بدي إياك تقول لي ستارت لنبلش. يلا. أنا الصوت كثير ضعيف عندي وعم يسبح الصورة. والله الحق على التغطية، ها مو علي أنا. يلا جهاد طبعا. بس إذا بتنزل صوت التلفزيون شوي وبتسمعني من التليفون. وضعفه شوي للتلفزيون. تمام. في عنا دولاب الحظ تمام. قدامي. بس قول لي بلشي لنبلش. يلا. يلا. جهاد. نعم معك. صار معك 170,000. إن شاء الله ألف مبروك وتحية لك ولكل رجال الجيش العربي السوري طبعاً. بس لأنك من الجيش ولأنك هيك على الجبهات هلأ أنتوا والدنيا كلها معيدة، ولولاكم طبعاً ما في عيد، رح بيصيروا 200,000 ليرة. تصبح على ألف خير. رح نروح لفاصل صغير ونرجع، ولكن قبل رح نسمع غنية رائعة من الباند الموهوبة أب بيت. زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، كانت عليها الليالي وأدبلتها الأيادي وشغلت
مرحبا عن جديد، إن شاء الله كل أيامكم فرح وحب وأعياد. قرب هالشهر يخلص وقربنا نعرف مين هو صاحب أكبر عدد رسائل يلي رح يربح معنا 30 مليون. ومثل ما وعدناكم دائما عنا مفاجآت، ولكن هالمرة مفاجأتنا غير. رح بيكون في معنا بآخر حلقة جائزة كبرى تانية قيمتها 15 مليون ليرة سوري لرابح واحد، يعني مجموع جائزتين 45 مليون بحلقة واحدة. ما ضل وقت كتير، بعتوا كلمة لحظة على أي خط سيريتيل من الرقم 1122 وعلى أي خط MTN من الرقم 1100. مساء الخير مرة تانية. 45 مليون ما لكم منا ولا شيء. هلا ال 30 عرفنا على 30 بس 45 15 هي المفاجأة. هي شو شروطها مشان نعرف؟ ما في لحد هلا ما في شيء، يعني بس انك يزن تشارك. بدك ما تكون في طوابع مع طوابع، انك ما تكون يزن ولا فارس ولا دولامه ولا استاش. هذا اول شرط. في مجال هيك نعمل لهم للمشاهدين هيك شيء تحفيزي؟ لا لا ابدا ما في تعقيد. هيك صار الحكي. بلاش ما بنشتغل. خلص مو مشكله، عوضك على الله. معنا تليفون محمد. محمد من حلب، مساء الخير. الو، رمضان كريم علينا وعليكم. خليلي ياك يا محمد، من امتى عم تبعث لنا مسجات؟ والله صار لي فتره. اهلا وسهلا فيك، مين في حواليك؟ حوالي رفقاتي والله سهرانين. تحياتي لك ولاصدقائك. عم تحضرنا من التلفزيون ولا عم تسمعني على التليفون بس؟ لا والله، لا والله. معناتها ما سمعت الخبريه محمد. لا والله ما سمعت. نهار الأحد في عنا 30 مليون ليرة سوري لصاحب أكبر عدد رسائل، وعنا 15 مليون تانية لرابح واحد، فإن شاء الله بتكون محظوظ وتربح أحد جائزتين. لهيك بدي منك تكتر مسجات. يلا محمد، رح منروح على الربح. ما بدي عطلك عن سهرتك، حنبلش بأول سؤال. صح أو خطأ، تقع سلطنة عمان في شرق آسيا؟ سلطنة عمان. خطأ. وإجابتك صحيحة. شو بتشتغل يا محمد؟ والله بالألعاب، ألعاب أطفال. الله يقويك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. شو عم تعمل أنت ورفقاتك هلا؟ أنا محلي حلب، ألعاب الوسيم. كيف؟ ألعاب الوسيم بحلب. الله يعطيك العافية يا رب ويرزقك إن شاء الله. في عنا دولاب الحظ قدامي، بدي إياك تقلي ستارت لنبلش. أوكي. يلا يا محمد نبلش؟ ستارت. يلا. وهي أول 100,000 يا محمد، ألف مبروك. ما قلت لي شو عم تعمل، شدة ولا مباراة؟ لا والله قاعدين هيك سهرة عادية. سهرة عادية، هي سهرة الرواء بعد الفطار. لا. مو؟ أيوة عم نشرب قهوة. يلا الله يخلي هالجمعة الحلوة يا رب، وإن شاء الله كل أياماتكم فرح وجمعات لذيذة. حنروح أنا وإنت للسؤال الثاني، والسؤال بيقول كمان صح أو خطأ، طفو البيضة عند غمسها في الماء يدل على أنها فاسدة. صح. صح، وإجابتك صحيحة. مكملين بالربح معك 100,000 وممكن نزيدهم. في قدامي 3 صناديق يا محمد، 3 أرقام. نعم. 1 أو 2 أو 3، كل صندوق. نعم. بيخبي تحته رقم، شو بتنقي؟ نعم أعطيني رقم محمد. رقم 1. رقم 1. وصار معك 200,000. محمد عم تحضر للعيد؟ نعم. يمكن أنت بحكم شغلك حتكون مشغول بالعيد. تمام؟ حضرنا شوي.
ان شاء الله يا رب كل اياماتك تكون حلوه وكلها فرح واعياد، وكل عام وانت وكل اهل حلب بالف خير. حنزيد الربح معنا 200,000، وحنروح للسؤال الثالث. ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع القفز؟ الزرافه، الفيل، الكلب او القطه؟ يعني هو وزنه ثقيل شوي، مو شوي كثير، الفيل شوي كثير. ما شاء الله حولك، ما بدك مساعده. واجابتك صحيحه. محمد. نعم. يا حظك يا محمد، طلع لك البطاقات الذهبيه، عندنا 8 بطاقات، يعني ممكن تربح 1,000,000، 4, 2 حسب انت وحظك، وممكن يعزفوا لك الموسيقى اللئيمة. فبدي منك تختار رقمين من 1 لـ 8 وتجرب حظك، إن شاء الله يكون حظك حلو. جاهز؟ رقم 7 ورقم 4. 7 و4، وهي أول رقم 1,000,000 يا رب يتطابقوا. للأسف إذن دولاما 1، محمد 0. أنت ربحت معنا 200,000، يسعد مساك وشارك معنا مرة تانية، أهلا وسهلا فيك. حناخد تليفون تاني. هدى. هدى من دمشق. هدى يسعد مساكي. تفضلي مساء على أي قناة بالله. يسعد مساكي على أي قناة بالله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. شو عم تعملي هلا بهيك قبل رمضان، قبل ما يخلص ويجي العيد؟ قبل ما يخلص رمضان ويجي العيد بدي ساوي المعمولات، وبدي ساوي الحلو، وبدي ضبط هالبيت. يا عيني عليك. تحياتي لإلك ولكل ستات البيوت. طبعاً أنتم بهذا الشهر بتتعبوا يمكن أضعاف مضاعفة، فالله يعطيكم الصحة والعافية. يلا هدى هنروح للربح. جاهزة؟ الله يعافي قلبك، الله يعافي قلبك. يلا جاهزة. يلا أول سؤال، صح أو خطأ؟ نجيب محفوظ هو مؤلف رواية السمان والخريف. عميد الأدب العربي. هو مؤلف روايته، من أشهر رواياته هي يعني، فصح أو خطأ؟ لا خطأ. خطأ؟ لا هي صح. السمان والخريف. السمان والخريف. منغير رأينا؟ منقول صح. يلا حنقول صح، والإجابة صح. يلا حروح للربح. في عنا 3 صناديق يا هدى بأول مرحلة، من 1 لـ 3، 3 أرقام. شو هو أكثر رقم بتحبيه من هالثلاث أرقام؟ أكثر رقم بين 1 و2 و3. يعني فردي، زوجي، شو الأرقام اللي بتحبيها؟ 1 1 1 1. يلا يا رب يكون حظك كبير. هدى صار معك 100,000. هاتي لنشوف انت ومين عم تتابعينا. والله قاعده عم تابعك انا وبنتي ورفيقتي. تحياتي لإلك ولزوجك ولصديقتك. وما تبلغ الطلة الحلوة. خلي لي اياك يا رب، انت الحلوه ووجودك هو الحلو اللي بضيف لهي الحلقه. رح نقدم لك هيك تحيه ظريفه من الباند. هدى عم تسمعيني؟ تفضلي. يلا حروح للسؤال الثاني وحنزيد الربح، معك 100,000 وممكن نزيدهم. السؤال كمان صح او خطا. مدينة وهران من أشهر المدن الجزائرية. يعني هي مدينة موجودة بأفريقيا. صح. وأكيد إجابتك صحيحة.
معند ولا بالحظ، انت وحظك. بدي اياك تقولي لي ستارت لنبلش ونشوف الرقم. جاهزه؟ يلا ستارت. يلا. للأسف يا هدى ما ربحنا شيء بهذا السؤال، ولكن لسه في عنا مرحلة ثالثة وحنعوضها أكيد. قد إيه عمرها بنتك؟ إن شاء الله عمر بنتي 20 سنة. الله يعطيها الصحة والعافية ويعطيك الصحة وطبعاً يخليكي فوق راسه. ما شاء الله مبين من صوتك إنك أصغر. هي جنبك؟ يخليلي إياك يا رب. أي بنتي جنبي. إيه هاتي نسلم عليها. يلا فوراً. مساء الخير. رمضان كريم، والله شكلها بنتك بتستحي. ها مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا، كيفك؟ شو الاخبار؟ رمضان كريم عليك وعلى عائلتك يا رب. رمضان كريم. شو اسمك وشو بتدرسي؟ ميمي. ما سمعت الاسم. عم تسمعيني؟ آية. يا اهلا وسهلا يا ايه. شو بتدرسي حضرتك؟ ما بدرم. يلا مو مشكله. هالسؤال على حظك يا ايه. تمام، ان شاء الله بيكونوا حظاتك حلوين. السؤال الثالث، ما هو الطير الذي يستخدم كرمز للسلام؟ السنون، الكناري، الصقر، او الحمامه؟ الحمامه. شو رايك؟ يا عيني عليك يا آية، وإجابتك صح. آية، كان مع والدتك 100,000 وبدنا نزيدهم بهي المرحلة، على حظك بقى. في عنا 8 بطاقات ماتشينج كاردز، بدي اياكي تختاري رقمين من الـ8 أرقام. إذا بدك استشيري والدتك، رقم إلك ورقم إلها. يلا واقسموا المصاري بالنص. قال انا ما دخلني يعني، بس انه اسمهم بالنص. يلا يا ايه. 1 و7. 1 100,000 ان شاء الله يطلعوا متطابقين، وصار معكم 200,000. أنتوا بخير، وإن شاء الله والدتك تفرح فيكي وبإخواتك، وإن شاء الله أيامات كريمة عليكم يا رب. كل عام وأنتوا بألف ألف خير. لكل السوريين تصبحوا على ألف خير. مرحبا حبتين. في مجال تلاقي لي حل مع هاي الموسيقى. غيروها أخي، عملوا لنا موسيقى جديدة. لا بس صارت موسيقى حقيرة جديدة. أحقر بتصير مشكلة. بتصير أحقر. لا خلينا على هاي لك نصيحة. بس كأنه بلش المايسترو عندكم هيك يعمل شيء. كأنه بيغير لك صوت يعني. صح؟ اكيد. للأسف يعني. يلا خلونا نسمع غنية ظريفة ولطيفة ونروح لفاصل. كنا نتلاقى عشية، نقعد على الجسر العتيق، ننزل على السهل الضبط، نمحي البلد ويمحي الطريق، وما حدا يعرف بمطرحنا غير السما وورق الشيخ، واللي بحبك انا بحبك، يهرب فينا الغيم الحقيقي. يا سنين اللي رح ترجعي لي
شي مرة رجعي سهرتنا يلي ما بتحلق إلا بتفاعلكم واتصالاتكم، ولسه الكاش ما خلص وجوائز كتيرة. كل يلي عليكم تعملوه أنه تبعتوا كلمة لحظة من أي خط سيريا تيل على الرقم 1122 ومن أي خط MTN على الرقم 1100. كل يلي ربحوا معنا سيريا تيل عم تقدم لكم باقة إنترنت 5 جيجا فري، وMTN عم تقدم باقة رمضان على MTN TV لحتى تشوفوا من خلالها أحلى المسلسلات والبرامج الرمضانية. وحنروح للاتصال الأخير معنا. شذا مساء الخير، كيفك يا شذا؟ عم تحكينا من حمص. الحمد لله. رمضان كريم لإلك. هاي نوالك، خلي لي اياكي. جاهزه للربح يا شذا؟ يلا. ايه جاهزي. يلا حروح للسؤال الاول. انا وانتي والسؤال صح او خطا. انخفاض عدد كرات الدم البيضاء يؤدي لضعف مناعه الانسان، شو رايك؟ صح او خطا؟ صح. واذا اجابتك صح. جاهزة للربح؟ هنشوف أول مرحلة. أنا وأنتي عندي دولاب الحظ، بدي إياك تقولي لي ستارت لنشوف شو حظك بأول سؤال. يلا شو ذا؟ ستارت. وهي أول 50,000. مين في حدك شذا؟ كنتي عم تضحكي هيك لقطت في حدا حدك. تحياتي لإلك ولعائلتك. أهلا وسهلا فيكم. يلا رح نروح للسؤال الثاني، والسؤال أيضا صح أو خطأ. قام رياض نحاس بدور أبو شريف في مسلسل الأميمي. الأميمي، أنا ماني حاضرته لهيك الاسم شوي غريب علي. خطأ؟ بتقولي خطأ؟ أوكي. قام رياض نحاس بدور أبو شريف في مسلسل الأميمي. الأميمي الأميمي مسلسل للأسف أنا مالي حضرانته. فشو رأيك صح أو خطأ؟ سمعت انت، أنا ما نحضرته. خطأ. معناتها خطأ. وإجابتك صحيحة. كمان في عنا دولاب الحظ، وبدي إياك تقولي لي ستارت لنبلش. يلا يا شذا. ستارت. يلا. وصار معك 120,000. ما خلصنا، لا لسه حنزيدهم ونكمل للمرحلة الثالثة واللعبة الثالثة. يلا يا شذا معي انت. يلا متحمسة لنزيدهم شذا؟ يلا رح اقرا لك السؤال الثالث. ما اسم صغير الخروف؟ الحمل، المهر، الشبل أو العجل؟ الحمل. الحمل، وإجابة صح.
شذا في عنا ماتشينج كاردز، 8 بطاقات من الواحد للثمانية، 8 أرقام، بدي إياكي تختاري رقمين منهم. إذا بدك اسألي يلي حبيبي. من الواحد للثمانية. من الواحد لثمانية بتحبي أنا أرقام. أنا موضوع الكهرباء عنا. أنا معك. موضوع الكهرباء عنا. يلا. أنا معك رح أقرأ لك الأرقام من الواحد للثمانية. يلا. شو أكثر رقمين بتحبيهم؟ ثمانية. والرقم الآخر هاي 80,000 إن شاء الله يكونوا ماتشينج يا رب. أعطينا الرقم الثاني شذا. يلا يا شذا. خمسة. وصار معك 200,000 ليرة سوري. ألف مبروك يا شذا، وكل عام وأنتي بألف خير. تحياتي لإلك ولأسرتك. يا رب أيامكم كلها تكون حلوة وكلها خير وبركة. 160 رابح ولسه ما خلصنا، إن شاء الله نكون عم نقدر نرسم بسمة على وجوهكم. رمضان أحلى معكم أكيد. أنا والباند بنرجع بنشوفكم بكرة بنفس الموعد 10 المساء على قناة سما الفضائية. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة، ضلوا بسعادة وراحة بال.